أنا قلت بمنتهى الجرأة في لقاء غير مسجل أنس يعني في فسحة اتحاد الفنانين في لقاء من جلستين مع عثمان حسين والذي أصبحنا بعده أصدقاء على البعد يعني والقرب المحسوب يعني قمت قلت له في منتهى الجرعة وسكت يعني لكن هو سكوت بالموافقة قلت له أستاذ عثمان أنا والله استمعت في وأنا الوقت ذاك في أولى وسطى سنة 66 67 أيام النكسة في مدرسة بحراز الوسطى رعى الله بحراز وأهل بحراز الذين يعني تعلمت أنا قعدت في مدرسة داخلية في بحراز يعني ليست هنالك قرية سودانية أو حتى الآن مدينة عامرة بالناس وعامرة بالكرامة والمروءة والدين والتصوف والكرم مثل تلك الأيام التي قضيناها بأبو حراز رعى الله أبو حراز الشرقي والغربي وبعشة ويعني زول لما يذكر السودان الجميل يذكر هذه القرية الصالحة التي تطيب بكثير من المبدعين والصالحين يعني نحن كنا في المدرسة نلاقي الأساتذة يدرسونا ونلاقي الشاعر واللغوي والمتصوف الشيخ عبد الله محمد يونس يوقفنا في بيته في ساحته يعلمنا وما نستفيده من الشيخ الشاعر العالم الفقيه الشيخ عبد الله محمد يونس أكثر مما تعلمناه في المدارس والد عبد الرحمن الشيخ عبد الله محمد يونس أستاذنا في المدرسة وأبوه أستاذنا في الشارع العام ومسجده وخلوته وهو بالمناسبة والد الراحل الشاعر القاص الإعلامي الجهير السيرة الخاتم عبد الله محمد يونس رعى الله تلك الأيام المليئة بعبق الإنسان يعني الإنسان الصوفي الزاهد المترع الثري بكل مفاخر الدين والدنيا هذه رسالة شوق لتلك المدينة التي قدمت لنا وتلك القرية التي قدمت لنا الكثير أدناهم الأصدقاء وأعلاهم القيم والدين وهي حال يعني وشيء وشيء يذكر لحظات من الفرح والشجن فرح التلقي القديم وشجن المفارقة إن شاء الله ربنا يميت في العمر إننا نزور ولو حيران ودراويش تلك الأرض الطيبة شجن قلت لعثمان حسين أنا استمعت لها وأنا طالب في بحراز الوسطى وقفنا كده في لحد ما تمت الأغنية دي إحنا مستمتعين بالكلمات مستمتعين بالموسيقى وأداء عثمان حسين شبكت فينا الأغنية دي أبد ما تبرق زمانا فقمت قلت له والله مش يقول لك الحاجة دي أنا السودانيين يقول لك عندهم في غناء يقول لك في هنا الريف دور المسخة الأرياح مش كده في ريحة كده طلعت مسخة الأرياح فقمت قلت له شجن دي مسخت كثير من الأغنيات أغنياتك القادمات وأغنيات الآخرين يضحك عثمان حسين قلت له والله بعد فترة طويلة جدا أنا ما قدرت أسمع لك نص جديد قال لي هو ذاته بعد شجن في جديد قلت له كان في جديد لكن حقيقة أنا كنت قلت له وبفتكر إنه تجربتك الفنية ورسالتك مشروعك الفني اكتمل بشجن ما كانت دائرة أي زيادة ودليل على ذلك هذه الأغنية الخطيرة أغنية شجن الذي بلغ فيها بازرع مبلغا وشأوي عظيم جدا في التحالف ما بين العامية والفصيحة وما بين الغياب والحضور وعثمان حسين بذل فيها جهد خرافي في التلحين
والمعايشة. أرجو من كل الإخوة المستمعين في هذه الليلة السعيدة أن نستمع لشجن لعثمان حسين وبازرعة لندرك لكم كان هؤلاء عظماء ومبدعين. وهديها لأهلنا ببحراز الوراني والقدامي وبعشة والأحياء الجديدة. أحسن تخلي لله
عليه من وجد الليالي واخشى الأمان تشيل عشاق هو لسه في نبارة حسن في عمر الدوالي ما حصل فارق عيوني لحظة أو بارح خيالي لمتين 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 الشجن ويطول بأيامك سهر ويطول عذاب واصبر على جرحك وان طال الألم بجراحنا بأشواقنا بالضوم الزمان بجراحنا بأشواقنا بالضوم رحشة ندم ننسى الحصل بيننا والسهر اللي كان ننسى الحصل بيننا